لطم ودماء، ندب ونواح، الشيعة يقتلون أنفسهم في عاشوراء. في الأيام العشر الأوائل من شهر محرم ينطلق الشيعة في العالم وتحديداً في إيران والعراق ولبنان ومؤخراً سوريا في الشوارع والساحات لممارسة طقوس اللطم، يقولون أنها لإحياء يوم عاشوراء. ولكن لماذا يضرب الشيعة أنفسهم في عاشوراء؟ منذ مقتل الحسين بن علي قرب كربلاء جعل الشيعة هذا اليوم يوماً مشهوداً على حد وصفهم، يقومون فيه بأفعال وطقوس غريبة، منها دق السيوف بالرؤوس وإسالة الدماء منهم وضرب الطبول مع الصياح واللطائم، وكلها بدعوى مظلومية آل البيت ومقتل الحسين بن علي. إلا أن الحقيقة تقول أن شيعة العراق أنفسهم كان لهم دوراً كبيراً في مقتل الحسين، حيث ادعوا أنهم نصروه ثم غدروا به وخذلوه. وأكد تلك الرواية كبير علمائهم محسن الأمين، الذي ذكر أن 20,000 من أهل العراق غدروا بالحسين وخرجوا عليه بعد مبايعته. ومع هذا تختلف الروايات حول سبب ضرب الشيعة أنفسهم، لكن الرواية الأكثر وضوحاً تقول أنه في هذا اليوم قتل الحسين بن علي، ويعتقد الشيعة أنهم المسؤولون عن قتله فيضربون أنفسهم كعقاب على فعلتهم. وفي كل عام يقع عشرات القتلى ومئات الجرحى في يوم عاشوراء بسبب شدة اللطم والضرب والسيوف، بالإضافة للحوادث في مدينة كربلاء تحديداً التي كان آخرها يوم أمس، حيث قتل أكثر من 30 شخصاً وأصيب العشرات بجروح جراء التدافع عند ضريح الإمام الحسين في كربلاء، والذي وصف بالأخطر من نوعه في التاريخ الحديث في مراسم إحياء ذكرى عاشوراء. يا حسين يا حسين يا حسين، جسمك يتنثر الحوافر خويا ما ادري شلون. فهل سيعيش الحسين باللطم والندب عليه في عاشوراء؟ خلى شم وخلى وقت